بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار، اليوم 22 من شهر برمودا المبارك. نياحة القديس البابا ألكسندروس الأول، البطريرك 19 من بطاركة الكرازة المرقسية. نياحة القديس البابا مرقس الثاني، البطريرك 49 من بطاركة الكرازة المرقسية. نياحة القديس البابا خائيل الثاني، البطريرك 53 من بطاركة الكرازة المرقسية. نياحة القديس إسحاق الهوريني. في مثل هذا اليوم من سنة 328 ميلادية، تنيح القديس ألكسندروس، البطريرك 19 من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد بالإسكندرية من أبوين مسيحيين، رسمه البابا ماكسيموس أغنسطوس والبابا ثاؤونا شماسة والبابا بطرس قسة. وبعد نياحة البابا أرشلاوس كان قد تقدم في الأيام، فانتخبوه بطريركة ورسموه في اليوم الثالث من أبيب سنة 312 ميلادية. فغضب أريوس لأنه كان يطمع في هذه الكرامة، وعندما حاول أن ينال منه الحل قال البابا لمندوبي أريوس: لقد أوصاني أبي القديس البابا بطرس أن لا أقبله، فليتب عما ارتكبه من خطية، ومتى قبل الفادي توبته فليعطيني علامة لكي أحله. ولما تمادى أريوس عقد له البابا مجمعا لسماع أقواله، فحكم المجمع بتوبيخه وتعنيفه فلم يستفد. بعدها عقد مجمعا مؤلف من 100 أسقف وحرمه الجميع عدا أسقفين ليبيين. واستمر الصراع بين البابا ألكسندروس وأريوس، حيث أنكر الأخير لاهوت المسيح ونشر بدعته من خلال التراتيل والألحان. وقد استمال إليه أوسابيوس أسقف نيقوميدية الذي كان ماكرا فصيحا. أما البابا فعقد عدة مجامع في مختلف البلاد المصرية، وكتب كثيرا من الرسائل أرفقها برسالة دورية ضمنها عرضا كاملا للإيمان الأرثوذكسي وتلخيصا لبدعة أريوس. هذا وقد تأثر بعض الأساقفة من بلاغة أريوس، فكتبوا للبابا يرجون العفو عنه، فرد البابا برسالة بناها على قول القديس يوحنا الإنجيلي: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. ورجى من إخوته الأساقفة أن يصادقوا بتوقيعاتهم على ما كتب، أسوة بإخوتهم أساقفة آسيا وسوريا وليبيا. وقد استجاب العديد منهم، مما جعل أوسابيوس يقنع الإمبراطور قسطنطين بأن يرسل خطابا للبابا الإسكندري يطلب حل أريوس، فلم يقبل البابا. ثم بعث البابا الإسكندري برسالة إلى ألكسندروس أسقف بيزنطة يشرح فيها الإيمان القويم تعرف بتوماس ألكسندروس. وقد بعث بهذا التوماس إلى أساقفة المسكونة، فوقع عليه أساقفة مصر وكبدوكية وبنفيلية وآسية، وكان عددهم 250. ولما اشتد الخلاف كلف الإمبراطور الأسقف أوسيوس أسقف قرطبة بأسبانيا لإنهاء الخلاف بين البابا ألكسندروس وأريوس، فلم يستطع لأنه اقتنع بكلام البابا ألكسندروس. عندئذ اتفق مع البابا على عقد مجمع مسكوني، وهو المجمع الذي انعقد في نيقية وحضره 318 أسقفة، وحكموا بقطع أريوس من الكهنوت. كما وضع المجمع قانون الإيمان وقوانين أخرى
ثم رتب صوم الأربعين وعيد القيامة وحكم في قضايا أخرى. وبعد انتهاء المجمع عاد البابا ألكسندروس إلى مقر كرسيه منتصرا ورعى رعيته أحسن رعاية، ثم تنيح بسلام. وكانت مدة جلوسه على الكرسي 15 سنة و9 أشهر و20 يوما. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 819 ميلادية تنيح الأب المغبوط البابا مرقس الثاني البطريرك 49 من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد بالإسكندرية وأحب الفضيلة، فرسمه البابا يؤنس شماسة ثم قسة، وسلم له تدبير البطريركية، وظل قائما على هذه المسؤولية إلى وقت نياحة البابا يؤنس. فتشاوروا ليرسموه بطريركة، فهرب، وعندما وجدوه قيدوه ورسموه في الإسكندرية بطريركة في 2 أمشير سنة 799 ميلادية. وفي يوم رسامته شرح للشعب أسباب رفض قرارات مجمع خلق دونية، وبعد انتهاء الرسامة سافر إلى دير الزجاج ليعتكف. وبعد عودته قابل الوالي بالفسطاط الذي أكرمه وأجابه إلى طلبه ببناء الكنائس وترميم المتهدم منها. وقد أعاد البابا مرقس بناء كنيسة بسوتير أي المخلص، وكرسها بمدينة الإسكندرية. وفي أيامه ظهر جراد في الإسكندرية والبحيرة أتلف ثمار الأرض والكروم، فأمر الشعب أن يخرجوا بالبخور والصلبان والأناجيل ويسألوا الله أن يرفع غضبه، وخرج معهم إلى موضع الجراد وصلوا حتى هرب الجراد وسقط في البحر غارقا. وبعد وفاة هارون الرشيد اختصم ابناه على الخلافة، فكان المأمون هو الأكبر، إلا أن أمه كانت جارية، بينما الأمين ابن الحرة كان الأصغر. وتحول الخصام إلى حرب طاحنة، وعين كل من الأخوين واليا ليحكم مصر باسمه، فانتصر أنصار والي الأمين وقتلوا والي المأمون. وأثناء التطاحن رأى الإمبراطور بالقسطنطينية أن الفرصة مواتية، فأرسل أسطوله ليغزو دمياط أملا في استرجاع حكمه على مصر. وفي نفس الوقت انتهز أحد الخوارج الفرصة وأعلن نفسه واليا على مصر. بعد ذلك جاء 15,000 من الأندلسيين إلى مصر بعد أن فشلت ثورتهم ضد الخليفة الأموي الذي أمر بنفيهم. ورغم أنهم وجدوا الاستقرار في مصر، لكنهم أفسدوها بإضرام النار في بيوت العبادة، وتحرشوا بالمصريين، وانقضوا على بعض الجزر التي كانت تابعة لليونانيين، وأخذوا يسلبون وينهبون ويخطفون الرجال والنساء والأطفال ثم يبيعونهم في الإسكندرية. وقد اشترى البابا منهم 6,000، وكان يخيرهم بين العودة إلى بلادهم على نفقته أو البقاء في مصر، حيث سلمهم إلى معلمين موثوق بهم في العقيدة. وكان البابا يعزي شعبه في هذه المحن. وبعد أن ضيق الأندلسيون عليه الخناق غادر الإسكندرية، وظل يتنقل 5 سنوات بين المدن، ثم أرسل الأرخن مكاري الأمير إلى عبد العزيز والي المشرق الذي أعطاه خطابا باستضافة البابا في منزله بنبروه ريثما يتمكن من إحلال الأمن. وفي أواخر أيام هذا البابا أغار البربر على أديرة وادي النطرون وقتلوا الرهبان وهدموا القلالي والكنائس، فبكى البابا إلى الله وتضرع أن ينهي حياته، فأخذته حمى وتنيح بسلام بعد أن أمضى على الكرسي المرقسي 20 سنة و21 يوما. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين.
وفيه أيضا من سنة 851 ميلادية تنيح البابا خائيل الثاني البطريرك الثالث والخمسون من بطاركة الكرازة المرقسية، وكان راهبا قديسا، ثم رسم قسا على دير القديس الأنبا يحنس، وكان ذا سيرة صالحة، فاختاروه بطريركا في 24 من هاتور سنة 849 ميلادية في عهد خلافة المتوكل ابن المعتصم. وعقب جلوسه تعرض له الولاة الظالمون طالبين منه إما أن يعطيهم مبالغ طائلة على سبيل الرشوة أو يمنعونه من الجلوس على الكرسي، فاضطر أن يبيع ممتلكات الكنيسة. ولما كان الصوم الكبير بعد سنة من جلوسه على الكرسي المرقسي توجه إلى البرية ليصلي عيد القيامة، فتذكر حياته الأولى في البرية، فسأل الله ببكاء وتضرع قائلا: أنت تعلم يا رب إني لا أزال أهوى الوحدة وليس لي طاقة على هذا المركز. فقبل الرب صلاته وتنيح بسلام بعد أن قضى على الكرسي 24 يوما. وكان أول من دفن من البطاركة بدير القديس مكاريوس، وجعلوا جسده في كنيسة القديس مكاريوس. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح القديس الأنبا إسحاق، ولد بمدينة هورين التابعة لشباس بجوار المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أبوين طاهرين. توفيت والدته فتزوج والده بغير أمه، واتفق أن حدث غلاء عظيم، وكانت امرأة أبيه تبغضه ولا تعطيه من الخبز إلا القليل، وكان يوزعه على الرعاة ويبقى صائما إلى الغروب. وشعر والده بالأمر وأراد التحقق منه، فلما علم الصبي إسحاق ربط 3 قطع من الطين في طرف عباءته حتى يظنها أبوه من بعيد أنها خبز. فلما أتى والده وحل العباءة وجد الطين خبزا، وشهد الحضور أن الصبي وزع ما معه من الخبز، ورآه البعض وهو يربط الطين. ولما كبر مضى وترهب على يدي قديس اسمه الأنبا إيليا، وعاش معه حتى وقت نياحته، ثم مضى إلى جبل برنوج وأقام عند شيخ قديس اسمه الأنبا زخارياس بينما كان أبوه يبحث عنه. فلما وجده طلب منه الرجوع معه، فأشار عليه معلمه أن يطيع والده، فرجع معه ومكث حتى مات أبوه، ففرق ما تركه له وانفرد في مكان بناه لنفسه بالقرب من المدينة، وداوم على النسك والعبادة إلى أن تنيح بسلام فدفنوه في مكان عبادته. وبعد سنين أراد الرب إظهار جسده، فظهر نور عظيم على قبره رأته جماعة من الحصادين على مدى 3 أيام متوالية. فجاء المؤمنون ورفعوا جسده ووضعوه على جمل وساروا به حتى وصلوا إلى مكان بين هورين ونشرت، وهناك توقف الجمل، فعلموا أن الله أراد دفنه في هذه المنطقة فدفنوه هناك وبنوا كنيسة. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. دفنار اليوم 22 من شهر برمودا المبارك. نياحة القديس أبي إسحاق من هورين. كل أنفس الأبرار تفتخر بالرب والودعاء يفرحون. مصاف القديسين يتهللون في كل حين ويرفعون الرب ويمجدون اسمه العظيم. أبو إسحاق كان يتهلل بالروح وباستبشار القلب في النسكيات، لأنه التحف عليه بمسكن أهل السماء، وكان يصرخ مع الرسول قائلا: إن كان الإنسان الخارج يفسد فإن الإنسان الداخل يتجدد فينا. حقا لا يتعب لسان الضعيف
إذا ما قلت مدائحك أيها العظيم أبا إسحاق، لست أنا مستحقا أن أنطق بكرامتك أيها الملاك الطاهر الكائن مع البشر. من أجل هذا نطلب إليك يا أبانا القديس الراعي الصالح الوديع المؤتمن بقوة المسيح، أنعم بشفاء المرضى الذين في الشعب. السلام لأبينا القديس أنبا ألكسندروس البطريرك القديس الذي للإسكندرية. السلام لمن دعا شعبا كثيرا إلى عرس يسوع المسيح. السلام لمن صار كارزا حقيقيا يبشر كل أحد أن يتوب. بالصلوات الأبي ألكسندروس، يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. وفي هذا اليوم أيضا نياحة أنبا مرقس وأنبا خائيل بطاركة الإسكندرية. السلام لأبينا البطريرك الطوباوي أنبا مرقس الذي قد صار لشعبه كوكبا مضيئا. السلام لواضع الناموس مثل الرسل وتعاليم مقدسة مفيدة لكل أحد. السلام للمصباح غير المطفئ الذي للأرثوذكسية الذي أشرق للمؤمنين في آخر الأيام. السلام لأبينا مرقس المختار في البطاركة خليفة مرقس الإنجيلي القديس الذي أضاء ألبابنا وأفهامنا ونفوسنا بمواعظه العالية وبعباداته الكثيرة. ونحن نطلب إليك كأولاد صلواتك، أطلب عنا لكي يخلص نفوسنا. وفي هذا اليوم المقدس كانت النياحة العجيبة التي لأبينا البطريرك المغبوط خائيل الذي صار لشعبه علامة للحياة يسقيهم كل زمان بتعاليمه الرسولية. طيب فضائله فرح نفوسنا مثل العنبر المغروس في الفردوس. كل أنفس الأبرار وصفوف الملائكة يعيدون معنا اليوم في تذكاره المكرم. قد نال النصيب الصالح في نور الأحياء حيث ليس فيه حزن ولا تعب ولا تنهد، وعيد مع الملك المسيح عظيم رؤساء الكهنة في ملكوته الأبدية السرمدية إلى الدهور. أطلبا من الرب عنا يا سيدي الأبوين البطريركين أنبا مرقس وأنبا خائيل